التحدي اللي واجهني هو البحث. الكتب. نعم، غير متوفرة. الكتب غير متوفرة. كنت آخذ من هنا وأذهب إلى هنا وأذهب إلى المكتبة وأذهب إلى هنا. لقد قرأت أكثر من 50 كتاباً خلال مسيرتي القرائية. قدوتي في الحياة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمت من الرسالة النبوية الأخلاق والتسامح والعطف على الآخرين. أؤمن بأن العمل الجاد وسيلة فعالة لتحقيق كل طموح في هذه الحياة.